عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل. الله يرحم الشهداء في فلسطين، قلوبنا مع غزة، قلوبنا مع أخواتنا، وإن شاء الله نصر على قريب. وتحية أي لاعب وقف مع القضية هذه، حتى دربه متاع فلسطين في ستوري بتاعه في الانستغرام، كيما عيسى العيدوني اللي بعد ما حط معناها العلم ذي متاع فلسطين، الإدارة متاع فريق يونيون برلين باش تعمل جلسة معاه وباش تقرر حاجات معينة على الشيء اللي عملوا. نقول لهم لنا أتتقصوا له راسه. كيف كيف تحية الياس الصخيري مرموش والشايبي اللي قراوا الفاتحة على الشهداء متاع غزة في الماتش الأخراني اللي لعبوه، جبدوا رواحهم وقراوا الفاتحة، وإن شاء الله كما قلنا الله يرحم الشهداء اللي ماتوا. في الفيديو متاع اليوم باش نحكيو على برشا حاجات تهم المنتخب التونسي والملاعبية المحترفين. بالأساس فما 5 ملاعبية كانوا موجودين في الليستة متاع المنتخب التونسي، 4 فيهم لعبوا تيتولير ولعبوا مع بعضهم بعد الأداء الباهت الخايب الغير مشرف مع المنتخب التونسي في آخر 2 مباريات كوريا واليابان. يتألقوا مع الفرق نتاعهم، فما شكون اللي سجل، فما شكون اللي أعطى أسيست، فما شكون اللي معناها جا هو رجل المباراة، فما شكون التقييم نتاعو الفوق. باش نحكيو على الحاجات هذه الكل، وباش نحاولوا نفسروا اسكو الأداء هذا راجع اليوم هما كهو ولا راجع للمدرب طبيعة جلال القادري ونسبة تحمله المسؤولية في الشيء هذا. فيما يخص جلال القادري، دونك العباد الكل طالبت انه يقع إقالة المدرب ذا وتعويضه بمدرب يفهم شوية كورة، لكن للأسف أنا على حسب الأخبار موجودة في المواقع الكل انه باش يكملوا معاه الكوب دافريك الجاية، والأوبجيكتيف هو الدومي فينال. دونك ربي معانا، ربي معانا، الله غالب، هذاك القدر نتاعنا. بالطبيعة فما حاجات استعجالية يلزم تصير، هو انه يلزمنا اول حاجة نشوفه جول، معناش جارديان دحمان فضيحة وخسر البلاصة نتاعو في فريقه. تو باش نحكي معناه باللغة اللي لازم تتحكي، معز حسن ماهوش في قيمة المنتخب التونسي، بشير بن سعيد الوحيد اللي ميزلنا معناها بريسك معناش الفترة هذه فكرة كبيرة عليه وقت اللي يبدا يلعب في المنتخب التونسي، لكن اللي يقول الكل براتيكمون يشبهوا لبعضهم. وفريق والا منتخب ما عندوش جول يهنيه راهو ما نجمش يوصل لبعيد. كيف كيف حل عاجل للديفونس، خاصه بعد الاداء الكارثي نتاع مريح، لازم نلوجوا على ديفونسور واموركم تخلقوه ديفونسور، تشوفوا ملاعبيه اخرين يزين اخويا من الاغلاط اللي عم فيها مريح، وعلى الاقل اخويا نشوفوا البديل. على غالب الجامعه فرضته بالقوه باش يكون هو تيتولير، باش في الاخر نقولوا ما عندنا حد ذاك هو اللي لازم نلعبوا به. وحل عاجل في الاتاك، خاطر ما عندناش اتاكون توا مده سنين، تقول لي توا باش يخلقوه، امورهم خويا العزيز. وفما ملاعبيه كيما مثلا عصام الجبالي اللي ما قدم حتى اضافه للمده الاخيره، دونك يلزم نشوفوا حل في الشيء هذايا الكل. دونك اوتوماتيكمون كان نحكي على المسؤوليه والبورسنتاج نتاع شكون يتحمل مسؤوليه الزوز هزايم، خاصة مش الهزايم، الأداء الكارثي. بطبيعة الملاعبية ما نجمش نقول له ما تحملوش، على خاطر فما نسبة تاع على الأقل 10-15-20%، لكن النسبة الكبيرة هي ترجع لجلال القادري بالأفكار المحدودة اللي قاعد يعطي فيها لملاعبيته، والخوف المبالغ فيه حسب وقول التالي والرعوانية القدام. والشيء اللي يزيد يأكد كلامي هو تألق نفس الملاعبية اللي كانوا يلعبوا مع المنتخب التونسي. تقول لي شكونك انت باش تحكي في الشيء هذا؟ نجاوبك بحاجه برك، طارق ذياب، التصريح نتاع طارق ذياب ما نتصورش معناها الزوز يشكوا في طارق ذياب، الجور الوحيد اللي اخذ البالون دور الافريقيه التونسي. دونك طارق ذياب على حسب موقع وين وين التصريح نتاعو نبدا به فيديو نتاع اليوم، قال لك نحمد ربي اللي ما لعبتش تحت قياده مدربين توانسه، ولا راهم وضعوني على الدكه رومبلاسون وما كنتش نعمل مسيره اللي تعرفوها. دونك طارق ذياب ما يكذبش، عينه ما تكذبش، هذا اللي قالوا يزيد ياكد انه المدرب التونسي معناها ما ينجمش يعطيك الاضافه. فما عباد نشوف فيهم يحكيوا على طارق ذياب يقولوا له انت في المنتخب التونسي دربت على يد شكون؟ على يد الشتالي وبرشا مدربين اخرين، وخاصه البريود نتاع الشتالي كوب دي موند 78. جوست حاجه صغيره، راه فما فرق ما بين سيليكسيونور معناها نتاع منتخب وما بين مدرب. المدرب في النادي هو اللي يخليك تتطور، هو اللي يخدم معاك، هو اللي يعمل لك معناها تمارين خصوصيه في حاجات معينه، في نقائص معينه. الفرق بينه وبين السيليكسيونور هو انه السيليكسيونور
يجيبك يستدعاك في تربص معين باش تلعب مباريات معينه. ماهوش مهمته انه يطور لك من الاداء نتاعك، المهمه الوحيده انه يستغل شنو عندك وقتها. دونك جوست يعطيك شويه نصايح بالطبيعه ينجم، لكن لونترينور نتاع النادي هو اللي يحاول معناها يطور لك من الاداء نتاعك. وكنشوفوا الفتره اللي لعب فيها معناها طارق ذياب مع الترجي الرياضي التونسي من عام 72 حتى 78، ومن بعد رجع من عام معناها 80 لعام 90، الكلها تدرب على ايادي اجنبيه. وتشوفوا معنا الليست نتاع الخمسه مدربين اللي تدرب على يديهم طارق ذياب. دونك كلامه مش من فراغ، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله العباد اللي شاد المنتخب التونسي، نحكي رئيس الجامعه والعباد اللي تخدم معاه، يفيقوا على رواحهم. دونك نحكيو كما قلنا على الملاعبيه هذوما اللي تألقوا في الويكاند اللي فات، في النهارين اللي فاتوا، ونبداو بالدفاع. منتصر الطالبي مع فريق لوريون اللي انتصر في المباراه الاخيره ضد درين 2-1 وخذا النوت على الحسب سيت سوفاسكور 7.3/10، ربح الثنائيات الهوائيه الكل، يكمل يتألق المنتصر الطالبي يمكن الوحيد مع المنتخب التونسي اللي ورى اداء كبير. وكان مش هو رانا يمكن السكور كان اعلى من الكيكة، كان يغطي على مرياح ودعوه المرياح باش يتعلم شويه من الذكاء اللي عند منتصر الطالبي، من الانتيسيباسيون معناها توقع اللاعب، من الوقفه صحيحه، من الكوليسمون صحيح، الكوفرتور، الماركاج، الحاجات هذه الكل اللي يلزم يعرفها معناها جوار نتاع الديفونس. كيف كيف صحيفه ليكيب تعطي نوت المنتصر الطالبي ثالث احسن نوت 6/10، وان شاء الله ربي يحمي لاعبنا هذايا اللي بالنسبه ليا واحد من النورات في المنتخب التونسي. كيف كيف لاعب اخر في الدفاع يماركي رغم اللي هو ديفونسور، علي العادي اللي سجل هدف اخر مع فريقه كون في الدوري الفرنسي الدرجه الثانيه. دونك المباراه الاخيره اللي توفى 1-1، الهدف اللي سجله هذا يخليه يكون هو ثالث هدفي الدوري الفرنسي الدرجه الثانيه، الاولاني ماركي 8 والثانيين الكل ماركين 6، هو ماركي 5 رغم اللي هو ديفونسور. صحيح في المباراة هذه سجل هدف على روحه، لكن مش كان هو يتحمل معناها مسؤولية الهدف هذا بحكم انه رجع الكرة من السونتر والجول ما كانش في البلاصة نتاعو والكرة دخلت، لكن بعد رقع البونتو هذا وسجل الهدف في التعادل وخذا نوت 7.2/10. بوانت دانتيروغاسيون مرة أخرى، علاش الأداء نتاع علي العابدي مع المنتخب هكاكا وعلاش مع فريقه هكا؟ والاجابات واضحه بحكم كل مره يلعبوه في بوست. صحيح هو بوليفالون وينجح، لكن خويا مش ديما في المنتخب التونسي. نحكيو على ملاعب تجيبو تلعبو في المركز اللي هو مختص فيه، وبون بالطبيعه تنجم تستغلو في بعض المباريات في مراكز معينه، لكن في المنتخب التونسي ما لازمش نحكيو برشا على البوليفالونس والشيء هذا اللي طاح فيه جلال القادري. لاعب اخر زاد يتألق مع فريقه وبالظهر معناها بعد الاداء الكارثي مع المنتخب، مش نحكي عليه هو الاداء الجماعي، الياس السخيري اللي اول هدف ليه معناها مع انتراخت فرانكفورت في الدوري الالماني 3-1، ياخذ النوت 7.5/10، يقدم اداء محترم على الاخر. اللاعب هذا بالنسبه ليا هو والطالبي من النورات اللي في المنتخب التونسي، وديما الاداء نتاعو ما يطيحش من نيفو معين اللي برشا عباد ما يعجبهمش. اللاعب هذا اللي مرة أخرى نعاود نقول من أحسن لاعبيه في الدوري الألماني وفي العالم، في العالم في وسط الميدان، من الأرقام نتاعو ثاني أكثر لاعب يقطع مسافات ب 100.9 كيلومتر، براتيكمون تيح معناها الموين 12.5 كيكا بار ماتش. من الحاجات هذه الكل قوة صخيري أنه تكتيكمون قوي برشا، يعرف يقف في وسط التيران، يعرف يوجه أصحابه، والشيء هذا ديما نشوفه فيه مع المنتخب التونسي. يمكن فما عباد ما تحبش تشوفه، كيف كيف قطعة من القطاع المهمة في التركيبة متاع المنتخب. نشوف في راي من الآراء اللي ديما نشوف فيهم في الفيسبوك ولا في الريزو سوسيو، يقول لك واحد فيهم يقول لك بون يمكن ما نفهمش كورة، لكن السيد هذايا مش قاعد نشوف فيه قدم في إضافة في المنتخب التونسي. خويا العزيز مانيش باش نجاوبك بنفس الكلام اللي يجاوبوه المحللين نتاع التلافس والراديوات اللي يقول لك فما ملاعبية في وسط التيران ما يتشافوش لكن يقدموا أداء كبير. بالنسبة لي راهو ملاعبي ما يتشافش، راهو ماهوش ملاعبي، هما يقصدوا به ما يتشافش معناه المتفرج العادي ما يشوفوش والمحلل يشوف. كلام كله فارغ وبيوع كلام. بالنسبة لي من أكثر اللاعبية اللي يتشافوا في وسط التيران، أكثر اللاعبية كما قلنا اللي يوجه أصحابه، ولاعب ديما منسجم مع نفسه في الأداء نتاعو. ربي يبقي عليه الستر وإن شاء الله نعرفه نستغلوه. كيف كيف
لعب اخر معناها بوان دانتيروغاسيون في زوج مباريات اللي لعبناهم وما عرفناش هو الياس العاشوري مع المنتخب. قوه كبيره برشا رهيبه بالعمل. العباد قالونا ما عادش تعظمونا الملاعبيه وما عادش تشكروهم. لا يا اخويا العزيز، راه التوظيف الغلط هو اللي خلى الملاعبيه هذوما يظهروا بكل اداء الهزيل. نحكيوا على الياس العاشوري اللي في اخر مباراه مع كوبنهاغن صحيح ما لعبش تيتولير، لكن تخلى معناها في بدايه الشوط الثاني ماركا بونتو نتاع تعادل وخلى فريقه يرجع في النتيجه وينتصر 2-1. فريقه توا في الصداره ياخو تقييم 7/10، والبونتو نتاعو مزيان على الاخر بعد خدمه كبيره مع صاحبه لاتاكون اون دو، يلقى روحه فاس فاس ويماركي بونتو وياخو هو اوم دو ماتش. دونك كيما تشوفوا حاجات تبهت. كيف كيف لاعب اخر يتالق مع فريقه سيف الله الطيف بعد ما يعطي اسيست عالمية. علاش عالمية؟ على خاطر قبل اسيست اللي يعطاها لصاحبه باش ماركي بها بونتو وفريقه ينتصر 2-1، يفنتي بزوز ملاعبية كورس عالمية، خدمة مزيانة برشا على اليسار ما شفناش يمكن الخمس متاحة في المنتخب التونسي مرة أخرى نظرا للتوظيف الغالط، ويعطي باس لصاحبه ويساهم في الانتصار متاع فريقه. وان شاء الله مرة أخرى نعرفوا نستغلوا اللعبة ذي اللي هذه أول اسيست ليه في الموسم وعنده 5 أهداف. ومن الأرقام في صالح معناها سيف الله الطيف اللي من مجموع المشاركات اللي يشارك فيهم بنسبة 36% في الدقائق اللي يشارك فيهم، وهكاكا وصل ماركة معناها 5 بوتوات من التصنيف الأولانيين في الهدافين متاع الدوري السويسري. نحكيو توا زادة على عيدوني ما تقلقش اللعبة ذي، لكن معناها حملة كبيرة برشا عليه، ربي معاه باش يعمل معاه جلسة كما قلنا على حكاية العلم فلسطين اللي هبطوا ما عندكم وين توصلوا معاه بالرسمي راجل أتم معنى الكلمة، لكن في وضعية صعيبة اللي خلات حتى المردود متاعه يتراجع بحكم الهزايم مع فريقه. 8 هزايم متتالية مع فريقه مع زوز هزايم مع المنتخب بيجيو 10. الضغط الكبير اللي صلتوا فيه معناها في ألمانيا والجماهير متاع يونيون برلين، ربي معاه ان شاء الله يرجع في الفورمة اللي عرفناه عليه عيسى العيدوني، وان شاء الله بالتوفيق ليه. وبالطبيعه ننهيو الفيديو متاع اليوم. عمر العيوني اللي مره اخرى يتالق مع فريقه ويعطي باس ديسيزيف جديده، واحد من اللاعبيه التوانسه اللي قاعد يتالق لبرا، يسجل في برشا بونتوات، يعطي في ديزاسيس. كيف كيف اكثر لاعب معناها لاعب بتقايق مع فريقه ما بين التوانسه لاعب برا الكل، نقطة استفهام أخرى علاش كيجي المنتخب التونسي ما يقدمش الإضافة. إن شاء الله أخويا الأسئلة هذه الكل نلقاو لها معناها تفسيرات وأجوبة في القادم المناسبات في الأيام الجاية، وربي يوفق ملاعبيتنا اللي يلعبوا لبرا. هذا هو الفيديو نتاع اليوم، نتمنى أنكم تتفاعلوا مع الحاجات هذه الكل. نشوفكم إن شاء الله الفيديوهات الجاية، حتى نقول لكم بالسلامة.